السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، حياكم الله. اليوم معنا مجموعة من الأخبار الهامة التي تم ذكرها على وسائل الإعلام التركية بالإضافة إلى إحصائيات فيروس كورونا. تابع مع الفيديو للنهاية لمعرفة جميع التفاصيل. بسم الله. وزير التعليم التركي: تأجيل الامتحانات في هذا الوقت سيزيد من عبء الدراسة في المستقبل القريب. وأيضا وزير التعليم التركي: اعتبارا من 1 آذار سيبدأ التعليم وجه لوجه لطلاب المرحلة الابتدائية الأول والثاني والثالث والرابع والصف الثامن والثاني عشر. يعني راح تبلش الصفوف بالدوام وجه لوجه، يعني العودة إلى المدارس في بداية الشهر الثالث إن شاء الله، 1 آذار. وأيضا توافد الناس على الحدائق والشوارع بعد أن شهدوا الطقس المشمس في اليوم الثاني لحظر التجوال في كدكوي، حيث اكتفت الشرطة بتحذيرهم شفهيا. وأيضا بعد أن تشاجر مع زوجته قام بإطلاق النار على قدميها ببندقية صيد، ثم أطلق النار على رأسه ليقوم بإنهاء حياته. حسبي الله وهو نعم الوكيل. وأيضا نقوم بانتقال الرئيس أردوغان يقرأ سورة الفاتحة عند قبر الشيخ محمد أمين السراج بعد دفنه، رحمه الله وغفر له ورزق أهله الصبر والسلوان إن شاء الله. راح أشوفوا الفيديو الآن. وأيضا سكاريا فرض الحظر الإلزامي لمدة أسبوع على 12 منزلا بعد إصابة أكثر من شخص، والسبب هو الزيارات المنزلية بين بعضهم البعض كونهم أقرباء. وأيضا نقوم بانتقال إلى إحصائيات فيروس كورونا لهذا اليوم، حيث بلغت 6546 إصابة، بالإضافة إلى أعداد المتعافين من الفيروس 5002 شخص، وأعداد الذين ظهرت عليهم الأعراض 601، وأعداد الوفيات 77 حالة وفاة، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هاي لأهم أخبار اليوم التي تم ذكرها على وسائل الإعلام التركية. وإذا عندك أي سؤال أو أي استفسار بخصوص أي موضوع كتبنا بالتعليقات، وإن شاء الله سوف نقوم برد عليكم بأقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.